ايه معاناة زينات صدقي اللي حطيتي يعني اللي عشتيها من خلال تجسيدك للشخصية؟ هي ايه يعني نقدر نقول ما كانت تعيسة، اتخانت، فشلت، يعني هي اكيد في سبب لا بيبقى هي البطل. لو اخترت كلمة من الثلاثة اللي حضرتك قلتيهم هختار اتخانت، ودي معاناة معظم الفنانين اللي ما لهمش علاقة بالنجومية او الشهرة او مش ده التارجت بتاعهم. اللي بيحب الشغلانة بيحب الفن وبيفضل متعلق بيه متمسك بيه، بيجي وقت ويحس ان الفن خذله او خانه او باعه. هي صحيح. يمكن ده افضل مثال اختاره من الشخصيات، يعني ممكن شخصيات ماتت فقيرة، ماتت من الناس الكوميديانات اللي صحيح. ضحكونا فعلا، المستوى المادي مشاكل، لكن اكبر مأساة انه يحس ان هو اتخذل، انه انا فين. يمكن في جزء من المشهد المسجل بتقول انا عندي استعداد اشتغل اي حاجه تليق عليا،